بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصص مادة التاريخ على منصة وزارة التربية والتعليم المصري. النهاردة هنستكمل مع بعض حضارة جديدة من حضارات العالم القديم، وهي النهاردة هناخد مصر تحت حكم البطالمة. زي ما احنا متعودين أبنائي وبناتي، احنا بنبدأ دايما حضارتنا بالخريطة اللي أمامنا دي، خريطة جغرافية وخط زمني. الخريطة الجغرافية والخط الزمني، يلا أبنائي وبنات الشطار يكتبوا لي على الشات، إحنا ليه دايما بنستخدم دي في بداية الشرح بتاعنا؟ هسيبكم كده ثانية. برافو، علشان أعرف حاجتين: البعد الجغرافي اللي هو البعد المكاني، والبعد الزماني. أي حضارة، أبنائي وبنات الشطار اللي بيحضروا معانا دايما، بيبقوا عارفين إحنا بنبدأ حضارتنا بالشكل ده. لازم أعرف أنا بتكلم عن إيه وفي أي زمن أنا بتكلم عنه. البعد المكاني عشان أشوف موقعها الجغرافي تقع فين، والبعد الزماني علشان أعرف هي بتقع في أي حقبة تاريخية. البعد المكاني أو المكان الجغرافي، أنا بتكلم على مصر تحت حكم البطالمة، يبقى هرجع تاني هتكلم عن مين؟ عن مصر. يبقى هنا هتكلم عن مصر لكن تحت حكم البطالمة، وهنعرف مين البطالمة لما هنبدأ الشرح بتاعنا. طيب ده البعد المكاني لحضرتنا بتاعت النهاردة. طب البعد الزماني هقيسه منين وعرفه منين؟ من خلال الخط الزمني أو الخريطة الزمنية. بتقع في أي فترة؟ هل في العصور القديمة ولا الوسطى ولا الحديثة ولا المعاصرة؟ طبعا مصر في عصر بطالمة تقع في العصور القديمة، لأن إحنا منهجنا كله الخاص بالصف الأول الثانوي بيدرس العصور القديمة. يبقى كده أول حاجة تعرفت عنها، مصر تحت حكم البطالمة، بدرس الحضارة اللي هي مكانها فين؟ في مصر. كانت فين؟ كانت ايه وقتها؟ كانت تحت الحكم البطالمي. طب في اي حقبه زمنيه؟ في العصور القديمه. وزي ما احنا متعودين بنبدا برضو حصتنا بمعرفه الاهداف اللي موجوده عندي في الكتاب. بفتح كتاب البي دي اف بتاعي واشوف الاهداف الموجوده في بدايه الحضاره. ليه؟ علشان اعرف انا مطلوب مني ايه واركز على ايه وايه النقاط المهمه. أول حاجة عاوز أعرفها أفسر سبب اهتمام الإسكندر الأكبر بمصر. دي شيء مهم جدا لازم أتعرف عليه وأنا بدرس حكم البطالمة. ليه مصر كانت مهمة بالنسبة للإسكندر الأكبر؟ وأستنتج أسباب اختيار الإسكندر الأكبر لموقع الإسكندرية. ليه بنى الإسكندرية في المكان ده بالتحديد؟ وكمان أفسر الدور التاريخي والعلمي لمدينة الإسكندرية في العصر البطالمي، وأتعرف على أهم مظاهر الحضارة الهلينستية، وأحدد على خريطة زمنية أهم ملوك البطالمة في مصر، وأقدر دور البطالمة الأوائل في تكوين إمبراطورية بطالمية مركزها مصر، وأجمع معلومات تاريخية ذات صلة بالحضارة البطالمية عبر الإنترنت، واكتب تقرير عن دور مكتبة الإسكندرية في نشر العلم. دي المفروض الأهداف اللي أنا لازم أقراها اللي موجودة في بداية كل درس، بداية كل حضارة موجودة عندي في الكتاب المدرسي اللي هو عبارة عن بي دي اف موجود عندك على التاب أو على موقع الوزارة. بتعرف على الأهداف دي، أبنائي وبناتي متعودين معايا على كده، عشان أعرف النقاط الهامة اللي أنا لازم ألتفت ليها أثناء دراستي للحضارة. الخريطة أمام حضراتكم كده خريطة بتوضح المملكة البطلمية أو الأراضي البطلمية اللي كانت مسيطرة عليها في ذلك الوقت، وأنا بتكلم على مصر. شايفين اللون الغامق ده واللون الأصفر شوية ده؟ دي أراضي المملكة البطلمية اللي كانت مسيطرة عليها في الفترة الزمنية اللي احنا هندرسها دلوقتي. أخذ جزء كبير من مصر واخده جزء كبير من شمال، يعني اخده كده من فوق كده من شمال افريقيا، جزء بره مصر شويه كده لحد هنا،
جزء كبير من مصر واخد لحد النيل هنا، وكمان اخد جزء من فلسطين. تعال نبدأ بقى بالتفصيل حكايتها. اول حاجة هنعرفها ابنائي وبناتي، احنا بنشرح درسنا دايما بالمهارات. احنا النهاردة اثناء الشرح هنستخدم مهارة الاسئلة الخمسة: من ومتى واين وكيف ولماذا. الاسئلة الخمسة دي احنا متعودين عليها، دي من ضمن المهارات اللي احنا بنذاكر عليها وبنحضر عليها دروسنا دايما باستمرار، علشان ابعد عن الحفظ والصمت وارجع الى الفهم وبالتالي الاستنتاج والتحليل بشكل عميق. ابنائي وبناتي نحضر الورقه والقلم ونكتب الاسئله الخمسه دي مع بعض عشان نبدا شرح درسنا النهارده. بنقول ان الاسكندر بعد ان حقق انتصارات على الفرس في اسيا الصغرى وسوريا وفلسطين، خلى يعني جعل من مصر هدف له لاستكمال اخضاع الولايات الفارسيه الحكم. الاسئله الخمسه نرجع لها تاني كده: من، انا هتكلم عن مين؟ الاسكندر الاكبر. امتى؟ بعد ان انتصر على الفرس في اسيا الصغرى وسوريا وفلسطين. عمل ايه؟ جعل من مصر هدف لاستكمال اخضاع الولايات الفارسيه. يبقى انا بتكلم عن مين يا شباب؟ بتكلم عن الاسكندر، بتكلم عن صراع بين الاسكندر وبين الفرس. صراع بين الاسكندر وبين الفرس. الاسكندر عايز يستولي على الولايات الفارسيه، وعايز يخضع الولايات الفارسيه وينتصر على عدوه اللدود خارج بلاده. كان مين في الفتره دي؟ الفرس. فطبعا الفرس كانوا اقوياء في الفترة دي، لو راح هاجمها على طول مباشرة هيبقى صعب عليه. فاتجه ان هو يسيطر ويحارب الولايات اللي الفرس مسيطرة عليها. طيب هل هيبدأ بمصر؟ لا طبعا، مصر كانت بالنسبة له قوية حتى لو كانت الفرس مسيطرة عليها. فبدأ يخضع الولايات اللي يقدر يستولي عليها في الفترة دي. فراح يحقق انتصارات على الولايات اللي بتخضع عليها الفرس في اسيا الصغرى، دي مكانها دي اسيا الصغرى اللي هي تركيا حاليا، وسوريا هنا وفلسطين، واخدهم من الفرس. بعد ما اخدهم من الفرس كده بلاد فارس، شايفين بلاد فارس البلون الموف دي كانت مسيطره على الجزء الكبير ده كله. فبدا ياخد الولايات اللي الفرس مسيطره عليهم اللي هي قريبه من بلده، اللي هي الاسكندر بلده مين؟ اليونان. فقال لك انا هخضع الولايات القريبه مني اللي بتحكمها او اللي بتخضعها مين؟ بلاد الفرس. راح اخدها. بعد ما اخد الثلاثه دول قال خلاص انا ما عادش قدامي الا مصر، ولو اخدت مصر هقدر كده ان انا اخضع الولايات الفارسيه لحكمي وابدا ان انا اواجه الامبراطوريه الفارسيه بكل قوه. وبالتالي ده حصل. فتقدم بجيشه الى مصر ونجح في السيطره عليها. بس هنا بقى نتوقف شوية ونقول إيه؟ دخلها دون قتال، لأن المصريين القدماء رحبوا بيه، لأن الفرس كانوا يعاملوا المصريين معاملة سيئة، وكانت مصر تعيش تحت حكمهم بشكل يعني الفرس كانوا يعاملوا معاملة سيئة، وكانت مصر في هذا الوقت تعاني من هذه الأحوال الاقتصادية والاجتماعية. فبالتالي كان وجود حد ينقذهم من حكم الفرس شيء محبب إلى قلبهم. فبالتالي ما قوموش الإسكندر عند دخوله إلى مصر، وده يفصل لنا إن هو الإسكندر استطاع أن يسيطر على مصر دون قتال. ليس ضعفا في مصر وإنما كرها في حكم الفرس على مصر. كان الكلام ده أمتى؟ سنة 332 قبل الميلاد. وبالتالي بتقدم جيش الإسكندر ونجاحه في السيطرة على مصر، وقبليها كان مسيطر على أسيا الصغرى وسوريا وفلسطين، أصبح في طريقه إلى تكوين الإمبراطورية المقدونية. إيه حكاية الإمبراطورية المقدونية دي؟ مش أنت بتقول الإسكندر ده إغريقي أو يوناني؟ أيوة، بس جاي منين؟ لو نفتكر حضارة الإغريق كنا بندرس، جاي من إقليم مقدونيا اللي بيقع في شمال اليونان. فأنا أقدر أقول تكوين الإمبراطورية المقدونية صح، أقدر أقول
إغريقية صح، أقدر أقول اليونانية صح، تمام؟ فما تستغربش من المسميات أو من الكلام إن إحنا ساعات بنستخدمه بدل كلمات تانية. يبقى كده باستيلاء أو نجاح الإسكندر الأكبر على الفرس في آسيا الصغرى وسوريا وفلسطين ومصر، أصبح في يعني عنده القدرة إن يعمل يعني يحقق حلمه في سبيل تكوين إمبراطوريته المقدونية. تعال بقى نفسر اللي أنا قلته دلوقتي. ماذا فعل الإسكندر الأكبر لإرضاء الشعب المصري؟ وما هي أهم أعماله؟ الإسكندر الأكبر ما نساش لمصر إن هي ما قاومتوش ورحبت بدخوله. عمل إيه بقى؟ أظهر ولاءه للمعبودات المصرية، وعلى رأسها آمون، الإله آمون كبير الآلهة المصرية عندهم، وعمل المصريين معاملة حسنة، وأبقى على النظم الإدارية في مصر. ليه يا أولاد الإسكندر الأكبر عمل كده؟ لأنه تعلم الدرس. لما وجد المصريين رحبوا بيه وبالعكس يمكن ساعدوه أن يدخل إلى مصر دون مقاومة ودون قتال يذكر، بسبب أن الفرس أساءوا معاملتهم ليهم وساءت أحوال مصر الاقتصادية والاجتماعية في ذلك الوقت، فقال المصريين ما بيحبوش حد يعملهم بشكل وحش وبشكل مسيء ليهم، فبالتالي أنا لازم أحسن إلى المصريين وأعملهم معاملة حسنة علشان أخدهم في صفي وما يزعلوش مني. فده كان الأسباب اللي خلت الإسكندر الأكبر يسعى إلى التقرب للمصريين وإرضائهم عشان يجعلهم في صفي، لأن احنا عارفين الإسكندر الأكبر زي ما قلت دلوقتي يسعى إلى تكوين إمبراطورية مقدونية، يسعى إلى تكوين إمبراطورية مقدونية. فواحد عايز يعمل إمبراطورية مقدونية، يعني إمبراطورية كبيرة، يعني بلد مترامية الأطراف في أماكن كبيرة. فمن المعقول عنده أو لازم إن هو يقدر المكان حسب احتياجاته. فالبلد دي لما دخلها لقاهم يعني رحبوا بي، فبالتالي قال رحبوا بي ليه؟ هم اللي كانوا حاكمينهم دول كانوا زعلانين منهم أول الدرجة دي؟ أيوة، كانوا أساءوا معاملتهم. فبالتالي كان الإسكندر الأكبر يحسن في معاملة المصريين حتى يكسبهم في صفه ولا تخرج مصر عن سيطرته. فزي ما قلنا دلوقتي أظهر ولاءه للمعبودات المصرية وعلى رأسها آمون، وعامل المصريين معاملة حسنة، وأبقى على النظم الإدارية في مصر. وبدأ الإسكندر يعمل على بناء دولته أو بناء إمبراطوريته. وقع اختيار الإسكندر على قرية مصرية قديمة. كان من السهل على الإسكندر أن يختار أي مكان في مصر ويعمل عاصمة له، لكن هو لا، قال لا، أنا هعمل هبني مدينة جديدة لي وهخليها يعني بمثابة عاصمة لي للحضارة بتاعتي. فوقع اختيار الإسكندر على قرية مصرية قديمة تسمى راكودر، هنشوفها دلوقتي على الخريطة، تمام؟ تقابلها جزيرة صغيرة في البحر تسمى فاروس، تمام؟ يبقى كده راكودا كده ودي فاروس، تقابلها جزيرة صغيرة في البحر المتوسط تسمى فاروس لإقامة مدينة جديدة لهم. وراح عمل جسر يربط بينهم، يعني دي كده الخريطة اللي بتوضح بناء مدينة الإسكندرية. طبعا الخريطة دي قطاع احنا مكبرينه شوية، طبعا هي حجمها صغير خالص، يعني ما هي مش كبيرة او كده، بس مكبرين شكل الخريطة عشان بس تبان شكل البناء بتاع مدينة الإسكندرية تبان ازاي. قرية اسمها راكودة، امامها جزيرة اسمها فاروس، وراح عمل جسر بينهم اللي هو ربط بينهم كده، واصبحت مدينة الإسكندرية المعروفة حاليا. طب عملت كده ليه يا اسكندر؟ علشان تحمل اسمي مثل عدة مدن أخرى أسستها في أماكن كتير. يعني الإسكندر الأكبر عمل مدينة جديدة لكي تحمل اسمه مثل عدة مدن أخرى أسسها. احنا عارفين الإسكندرية في أكثر من 15 مدينة اسمها الإسكندرية، تكون مركز لنشر الحضارة الإغريقية في العالم. احنا عارفين لما كنا بندرس الإغريق فإن الإسكندر الأكبر خرج وقال وكان من أهدافه
أن العالم وطن واحد، فكان عايز ينشر الحضارة الإغريقية في العالم كله، تكون قاعدة بحرية لتدعيم سيطرته على البحر المتوسط. وده دليل أنه على إيه؟ أنه هو اختار مكان على الساحل، قرية تقابلها جزيرة في البحر، وراح مد أو ربط بينهم بجسر يربط بينهم ومن بعض، وبالتالي أصبح هناك ميناء شرقي وميناء غربي. فهو مش بيبني مدينة عادية أبنائي وبناتي، ده بيبني قاعدة بحرية، قاعدة بحرية. هو لو كان عايز يختار عاصمة أو أي مكان كان راح اختار أي مكان على النيل ما عندنا في مصر، أو في أي أو على الصحراء الشرقية، في الصحراء الشرقية أو في الصحراء الغربية، لكن ده اختار مكان هو محدد هدفه. أنا عايز أعمل قاعدة بحرية، أعملها فين؟ على الساحل. ساحل إيه؟ ساحل البحر المتوسط. طب ليه يا اسكندر ما عملتهاش في البحر الأحمر؟ لا، البحر الأحمر ده فيه شعب مرجانية وفيه جبال. طبعا الشعب المرجانية يمكن ما كانتش معروفة في الوقت ده، الجبال الموجودة على ساحل البحر الأحمر هتبقى عائق بالنسبة لي، في نفس الوقت بعيدة قوي عن بلاد اليونان. ده أنا عايز أعمل مدينة تكون على ساحل البحر المتوسط عشان تكون قريبة من بلاد اليونان، من بلادي، تمام؟ فهعمل هذا المكان عشان تكون قاعدة بحرية، علشان إيه؟ أدعم سيطرتي على البحر المتوسط، تمام؟ وبعد تخطيطه لمدينة الإسكندرية غادر الإسكندر مصر عام 331 قبل الميلاد. يعني الإسكندر الأكبر بعد ما فتح مصر وبدأ يحط الأساس في بناء عاصمة له اللي هي مدينة الإسكندرية، ما عادش بقى في مصر واستمر فيها، لا، غادر مصر سنة 331 قبل الميلاد متجها إلى الشرق. ليه اتجهت إلى الشرق يا إسكندر؟ لحرب الفرس، لمحاربة الفرس. وانت ما كنتش لسه خلصت شغلك مع الفرس؟ لا، ده انا الفرس دي امبراطورية كانت كبيرة في الوقت ده، لكن انا بدأت الحرب بتاعتي معاهم من خلال اخضاع الولايات اللي الفرس كانت مسيطرة عليه، اسيا الصغرى زي ما قلت وفلسطين وسوريا، ثم اخدت مصر. بعد ما اخدت الولايات دي انا هدخل بقى واستكمل امبراطوريتي بعد ما انتصر على الفرس نهائيا. وبالفعل الإسكندر الأكبر استطاع أن ينتصر عليهم في العراق وإيران واستولى على كل أملاكهم. يبقى نقف هنا كده وقفة ونقول متى احنا عارفين النهاردة احنا هنشتغل بالأسئلة الخمسة. متى انتصر الإسكندر الأكبر على الفرس نهائيا؟ أمتى؟ لما دخل مصر؟ لا، أمال أمتى؟ لما انتصر عليهم في العراق وإيران، بعدها استولى على كل أملكه وتوغل في القارة الأسيوية حتى وصل إلى حدود الهند. لكن الإسكندر الأكبر توفى بعدها يجي مثلا بثمان سنين أو تسع سنين، سنة 323، شايفين 331 هي 323، يعني حوالي ثمان سنين، تاركا وراءهم مملكة كبيرة متنامية الأطراف. يعني الإسكندر الأكبر حقق حلمه في إن ينتصر على الفرس ويكون إمبراطورية مترامية الأطراف، لكنه مات بعدها وترك إمبراطوريته وما كانش عنده أبناء، وطبعا تركها إلى قواد الجيش بتاعه. تعال كده ناخد معلومة، الإسكندر ليه لقب بالأكبر؟ هنا سؤال كده، ليه أنا دايما أقول الإسكندر الأكبر؟ ليه ما تقوليش الإسكندر المقدوني أو الإسكندر ابن فليب، أما لأن أبوه كان اسمه فليب الثاني؟ ليه ما اقولش كده؟ ليه اللقب بالاكبر؟ ده شكله كده لقب، ما هوش يعني صفه يعني. لانه كان من اكبر الفاتحين وحقق انتصارات مبهره. طب ايد بالادله ان الاسكندر الاكبر كان من اكبر الفاتحين في العصور القديمه. طبعا مش عايزه ذكاء في الاجابه، انت لسه بتقولي دلوقتي هو استولى على اسيا الصغرى وفلسطين وسوريا واخضع او دخل مصر دون قتال، ثم استولى وانتصر على الفرس في العراق وإيران واستولى على كل أملاكهم، وكمان وصل إلى القارة الأسيوية لحد ما وصل إلى حدود الهند. طبعا حقق فتوحات كبيرة وسيطر على أراضي كتيرة خارج بلاده، فيستحق فعلا الإسكندر إنه يكون أكبر الفاتحين في العصور القديمة. تعال نشوف بعد وفاة الإسكندر، زي ما قلت لم يكن له وريث للعرش،
فاجتمع قادة جيشه في بابل، مدينة بابل اللي هي في العراق يعني، وتقسموا الإمبراطورية المقدونية بتاعته. الإمبراطورية المقدونية، ليه بقول مقدونية؟ لأن هو جاي من إقليم مقدوني اللي هي تتبع بلاد اليونان أو الإغريق، تمام؟ فيما بينهم بالتراضي يعني، قوات جيشه قعدوا في بابل في العراق وقعدوا يقسموا الإمبراطورية بتاعته. وده يعرف بحاجة اسمها مؤتمر بابل اللي عقد في سنة 323 قبل الميلاد في نفس العام اللي مات فيه الإسكندر. طب تعالى كده ناخد معلومة ممكن أنا عايزاكم تعملوا لي عليها سؤال قبل ما نستكمل الجزء ده. الإسكندر كان بيهدف إلى إيه؟ إحنا عارفين الإسكندر من أيام ما كنا بندرس حضارة الإغريق كان هدفه أو كان الشعار بتاعه إن العالم وطن واحد. طب الوطن الواحد ده بيكون متشابه ولا مختلف؟ لما أقول وطن واحد يبقى أكيد أقايم على التشابه أو على الوحدة أو على الشيء الواحد وليس على الاختلاف. فبالتالي مش من الغريب إن نلاقي الإسكندر كان يهدف إلى تكوين حضارة جديدة، عايز حضارة جديدة تجمع بين مزايا الحضارات الشرقية العريقة. الحضارات الشرقية اللي هي إيه يا شباب؟ إحنا عارفينها الحضارات الشرقية طبعا الشطار، برافو عليك، زي مصر والعراق وفينيقيا، تمام كده، والحضارات اليونانية اللي احنا درسناها الإغريق. وتحقيق ذلك عمل على فتح أبواب الشرق على مصراعيها أمام اليونان، يخلى مصر والعراق وفينيقيا تفتح أبوابها أمام اليونان للإقامة فيها عشان يتعلموا منها ويحصل عملية تأثير وتأثير. كمان أقام بعض المدن الجديدة زي الإسكندرية في مصر وفي أماكن تانية علشان إيه؟ تصبح مراكز لنمو تلك الحضارة الجديدة وعلشان يعمل على نشرها في كل مكان. طيب هل يا ترى أنا الحضارة بتاعتي، أنا دلوقتي بتكلم بلسان الإسكندر الأكبر، أنا عايز أعمل حضارة تمزج بين الحضارات الشرقية العريقة دي وحضارتي أنا في بلاد اليونان، وأنا هخلي الحضارات الشرقية دي تستقبل اليونانيين أو الإغريق عندهم في بلادهم، وهأسس في الأماكن دي الشرقية مدن تحمل اسم زي الإسكندرية. طيب أنا هسمي الحضارة بتاعتي دي إيه؟ هل هسميها اسم يوناني وإغريقي ولا هسميها اسم شرقي من الأسامي الشرقية؟ لا، أنا هعمل مزيج من الأسامي دي وهسمي الحضارة بتاعتي باسم الحضارة الهلينستية. الحضارة الهلينستية، الهلينستية. وهذه الحضارة أفادت يعني استفادت من كل الحضارات العريقة اللي قامت بيها. طب حد يسألني كده يقول لي اسم الحضارة اللي اختارها الإسكندر لتكون اسمه، قال سميت باسم الحضارة الهلينستية نسبة إلى إيه؟ يعني الاسم ده الهلينستية اللي هي تشير إلى الحضارة اللي أرادها الإسكندر تكون حضارته في البلاد اللي فتحها. دي مقسومة إلى قسمين، هيلين وإست. إست معناها الشرق، إست اللي هي الشرق، وهيلين المقصود بيها بلاد اليونان، وهيلين المقصود بيها بلاد اليونان. فبالتالي لما أقول الحضارة الهلينستية هي مزيج من الحضارة اليونانية والحضارات الشرقية القديمة، تمام كده يا شباب؟ يبقى سميت باسم الحضارة الهلينستية. كلمة الهلينستية لازم أعرف معناها علشان أعرف دماغ الإسكندر كانت عاوزة إيه أو هدفه كان عايز إيه. هيلين معناها اليونان وإست معناها الشرق، فبالتالي كان هدف الإسكندر عمل هذه الحضارة اللي بتمزج بين الحضارات الشرقية العريقة والحضارة اليونانية بتاعته وينشرها في جميع الأراضي اللي فتحها وسيطر عليها. طب تعالوا بقى نستكمل وناخد سؤال. وين خرجت حملات الإسكندر المتجهة نحو الشرق لمحاربة الفرس عن إطار الحملات التقليدية؟ خرجت حملات الإسكندر، أنا بتكلم عن الإسكندر دلوقتي، اللي راح ناحية الشرق علشان إيه؟ يحارب الفرس عن إطار الحملات التقليدية. الحملات التقليدية بيبقى هدفها عسكري، صح كده؟ أنا عاملة جيش، الجيش طبعا هدفه عسكري.
وده كان ليه بقى خرجت هذه الحملات عن إطار الحملات التقليدية؟ بسبب اهتمامه بإيه؟ هل بناء المدن ولا نواحي إدارية ولا إنشاء المعابد ولا نشر العلم؟ ليه حملات الإسكندر أو جيوش الإسكندر أو الحروب بتاعة الإسكندر اللي كانت وده ناحية الشرق اللي محاربة الفرس خرجت عن إطار الشكل التقليدي لأي حرب؟ علشان يا ترى بسبب اهتمامه لبناء المدن ولا نواحي إدارية ولا إنشاء المعابد ولا نشر العلم؟ مين الشطار اللي هيجاوب؟ برافو عليك، بناء المدن زي لسه دلوقتي قايلها. اسكندر الأكبر كان يهدف إلى نشر الحضارة بتاعته، يعني الحروب بتاعته دي كلها غرضه إن هو ينشر الحضارة بتاعته، لأنه بيقول إن العالم وطن واحد، فبسبيل ذلك فتح بلاد الشرق مصراعيها أمام بلاد اليونان وبنى مدن في هذه الأماكن اللي فتحها وسمها باسمه. فكانت بناء المدن السبب أو من الأسباب الرئيسية اللي خلت حروب الإسكندر يعني تخرج عن الإطار التقليدي لأي حرب. أي حرب هدفه السيطرة والاستيلاء فقط، فبيبقى أساسا خروجه عسكري عشان السيطرة على المكان، لا ده هو هدفه أن نشر الحضارة كده وابني مدن وهخلي الشرق كله مفتوح أمام بلاد اليونان علشان أعمل الحضارة بتاعتي، وفبسبيل ذلك أنا هعمل مدن. فبالتالي كان هدفه في بناء المدن خلى حملاته العسكرية ناحية الشرق كان لها طابع غير تقليدي عن أي حملات عسكرية قام بها غير. تعال بقى نشوف تأسيس دولة البطالمة بمصر. في مصر احنا خلاص كده عرفنا الإسكندر دخل مصر واستولى على يعني ودخلها دون قتال وعمل مدينة الإسكندرية وإيه الهدف منها، وبدأ بقى كده إيه وتقسمت بعد وفاته اتقسمت في مؤتمر بابل. تعال بقى نشوف البطالمة في مصر وليه سميت بالبطالمة مع إن أنا قلتها دلوقتي. كانت من نصيب مصر، كانت من نصيب القائد بتاعه بطلميوس بن لاجوس. هنا بس هتوقف معلومة صغيرة عشان أوضح لك قيمة مصر في هذا الوقت. مين هو بطلميوس بن لاجوس؟ بطلميوس بن لاجوس ده كبير قوات جيش الإسكندر الأكبر، وده كان يعتبر صديق الإسكندر الأكبر، وكمان كان بطلميوس مش صديقه بس، كان أكبر سنا من الإسكندر الأكبر، والإسكندر الأكبر كان يعتمد عليه في جيوشه لأنه كان كبير القوات وكان يقود جيش الإسكندر الأكبر. يعني رجل يعني هذا القائد مش أي قائد وخلاص، لا ده قائد عظيم من قوات الإسكندر الأكبر وصديقه المقرب له وأكبر من الإسكندر سنا. فلما مصر تروح في إيد كبير قوات الإسكندر ده يدل على مكانة مصر في ذلك الوقت، ما راحتش لأي قائد وإنما راحت لكبير قوات جيش الإسكندر الأكبر. فكانت مصر من نصيب بطلميوس بن لاجوس هذا الرجل اللي يعتبر كبير قوات جيش الإسكندر، وأعلن نفسه ملك عليها، ملك على مصر سنة 305 قبل الميلاد. وبالتالي بدأت مصر في عهد جديد أطلق عليه دولة البطالمة، وقامت بها حضارة تجمع بين الحضارة المصرية القديمة والحضارة اليونانية اللي عرفت باسم الحضارة الهلنستية اللي أنا وضحتها لكم دلوقتي. تمام؟ يعني بطلميوس ما جاش بقى يطمس الحضارة المصرية، وإنما جاء يعني أصبحت مصر في عهده في عهد البطالمة ذات صبغة تجمع بين الحضارتين، بين الحضارة المصرية القديمة والحضارة الهلنستية والحضارة اليونانية فيما يعرف باسم الحضارة الهلنستية اللي أنا وضحتها لكم دلوقتي، اللي هي لو أنا كده قسمت الكلمة هيلن معناها اليونان وإست معناها الشرق. وأمامكم كده على الشريحة دي صور البطالمة اللي حكموا مصر، من بطلميوس الأول والثاني والثالث زي ما هندرس دلوقتي. دي البطالمة أو صور تقديرية، وطبعا دي هتلاقيها الصور دي يا أولاد دي منقوشة على العملات المعدنية النقود، يعني لأن احنا زي ما درست في الترم السابق إن مصر لم تعرف النقود في المعاملات التجارية، وإنما عرفت النقود وسكها في العصر البطلمي. فالصور دي موجودة على عملات معدنية كانت تمارس في المعاملات التجارية لملوك البطلمي، يعني دي مش تماثيل وإنما دي عبارة عن نقوش موجودة على النقود.
ناخد سؤال. تغير الوضع السياسي في مصر في خلال القرن الرابع قبل الميلاد نتيجة إيه؟ الوضع السياسي في مصر خلال القرن الرابع تغير نتيجة إيه؟ تخطيط الإسكندر لمدينة اسكندرية، ولا انعقاد مؤتمر بابل، ولا توحيد فيليب المقدوني لبلاد الإغريق، ولا استيلاء الإسكندر على الفرس والعراق؟ تاخدها واحدة واحدة. أنت بتتكلمي عن إيه؟ عن الوضع السياسي فين في مصر؟ ولذلك زي ما قلت في بداية محاضرتنا النهاردة إن المهارة الرئيسية في حصتنا النهاردة اللي احنا متعودين كل حصة ناخد مهارة هي إيه؟ الأسئلة الخمسة. ذاكر النهاردة بطالمة بالأسئلة الخمسة اللي انا قلتها لكم دلوقتي. الوضع السياسي في مصر امتى في القرن الرابع اتغير؟ ليه؟ السبب؟ تخطيط الإسكندر من الإسكندرية يعني ناقض دب ده؟ ما اعتقدش. إيه طب استيلاء الإسكندر على الفرس والعراق؟ انا بتكلم عن مصر يا جماعة، ايه علاقتي بالفرس والعراق دلوقتي؟ توحيد فيليب المقدوني لبلاد الإغريق، لا لا دي حقه قديمة سابقة. تخطيط الإسكندر لمدينة اسكندرية ده حاجة ملهاش علاقة بنظام الحكم. ومال يبقى ايه؟ برافو عليكم. انعقاد مؤتمر بابل في العراق. واحد يقول لي انعقاد مؤتمر بابل في العراق غير الوضع السياسي؟ ايوه. تعال كده نرجع لورا تاني. تعال كده نرجع لمؤتمر بابل. لان سنة 323 قبل الميلاد، لما قلت 323 قبل الميلاد يعني القرن الكام؟ لما قلت 300 أضيف على طول رقم واحد، يبقى كده الرأي يبقى القرن الرابع قبل الميلاد. طب لو قلت أنا 400 أضيف على طول واحد، يبقى أقول القرن الخامس. عارفين يا أولاد؟ يبقى إحنا أنا عندي هنا النهاردة عاوزاكم تتعلموا حاجة، مهارة تحويل الأرقام اللي هي التواريخ إلى قرون. إزاي أحول التاريخ إلى قرن؟ أنا بقول دلوقتي 323 قبل الميلاد تقع في أي قرن؟ لا، ما دام قلت 300 أزود واحد على طول عليها، يبقى القرن الرابع قبل الميلاد. طب لو قلت 423 يبقى أزود واحد، يبقى القرن الخامس قبل الميلاد. سهلة جدا، سهلة جدا. طب لو قلت في النصف الأول من القرن الرابع، النصف الأول يعني قبل 50 سنة منه، 323. 323. طب لو انا عايزه النصف الثاني من القرن الرابع، يبقى هتكلم هدخل بقى من فوق ال 500، من فوق ال 50 قصدي، يعني من 55 60 70، ده فوق النصف الثاني من القرن الرابع مثلا. يبقى انا عندي مهاره بالورقه والقلم كده معايا، ازاي احول التواريخ، ازاي احول التواريخ الى قرون، ازاي احول التواريخ الى قرون. انا عايزه ابنائي وبناتي يكتبوا لي على الشات المعلومة وصلت ولا لا. تحويل التواريخ إلى قرون إزاي؟ لو قال لك أي رقم مثلا زي الرقم اللي قبلنا ده 323، أزود واحد فوق على طول، أزود واحد أقول يبقى القرن الرابع الميلاد، أسفة سوري، القرن الرابع قبل الميلاد. طب لو قال لي 400 يبقى أزود واحد، يبقى القرن الخامس قبل الميلاد. طب نرجع لسؤالنا، إن الإمبراطورية المقدونية في مؤتمر بابل تقاسمت إمبراطورية الإسكندر، فكانت مصر من نصيب من بطليموس، وبالتالي تغير الوضع، تغير الوضع السياسي في مصر. يعني نقدر نقول نظام الحكم مثلا أو الحكام، بدل ما كنا في الرأي اللي هو فراعنة مثلا أو مصريين أو الحاجات دي كلها، بقى دلوقتي الحاكم بطليموس في مصر خلال القرن الرابع قبل الميلاد بسبب انعقاد مؤتمر بابل في العراق، ومصر راحت في ايد مين؟ بطليموس بن لاجوس، ودخلت مصر في حقبة حكام غير مصريين. تمام يا شباب؟ سؤال هنكمل بقى. طيب هنكمل علينا ناخد سؤال. الحياة الاقتصادية، قامت النظم الاقتصادية في مصر على اهداف وضعها البطالمة، قامت النظم الاقتصادية والمالية في مصر على أهداف وضعها البطالمة لتكوين دولة قوية تلعب دور مؤثر في سياسات العالم. يعني النظم الاقتصادية والمالية في مصر ما كانتش ماشية كده في عهد البطالمة، وإنما كان لها أهداف. السبب عشان تلعب دور مؤثر في سياسات العالم، وهذا يتطلب إقامة اقتصاد قوي، فده اللي خلاهم يطبقوا نظام الاحتكار. نظام الاحتكار، ما المقصود من نظام الاحتكار؟
الدولة تسيطر على كل أو أهم من مناحي الحياة الاقتصادية. نظام الاحتكار إن الدولة تحتكر، كل تحتكر بالكاف مش القاف، تحتكر معناها إنها تسيطر على كل الحياة الاقتصادية والنواحي الاقتصادية في البلاد. هي تملك كل شيء، تملك كل حاجة، الصناعة والزراعة والتجارة، تملك حركة البيع والشراء، تملك كل الموارد الموجودة في البلاد، وهي اللي تقدر الأمور بقدرها، وهي اللي تقول إن ده يتباع بكام وده يشترى بكام وده يروح فين وده يجي منين. الاحتكار هي السيطرة على الموارد وعلى النواحي الاقتصادية وعلى كل حاجة موجودة في البلاد، تبقى في إيد الحكام. دي النظام الاحتكار. ليه طب ليه بطل ما عملته كده؟ علشان احنا عايزين نعمل اقتصاد قوي، لان احنا عندنا اهداف علشان نسيطر ونكون لنا دور مؤثر في العالم. يبقى البطالمه عملوا على تطبيق نظام الاحتكار في مصر عشان كان لهم هدف السيطره، او يكون لهم دور في التاثير على الحكم او سياسات العالم، فعمل نظام الاحتكار والسيطرة على كل موارد البلاد في هذه الفترة. طب لما اتكلم عن الحالة الاقتصادية أبنائي وبناتي، عارفين إن أنا هتكلم عن ثلاث حاجات: الزراعة والصناعة والتجارة. طبعا الزراعة، اهتم البطالمة بالزراعة باعتبارها الركيزة الأولى للاقتصاد المصري. احنا عارفين إن مصر، يعني مصر حضارة زراعية قامت على الزراعة، ووجهوا لها الاهتمام. الركيزة الأولى في مصر هي الزراعة، فبالتالي ركزوا اهتمامهم عليها. طب ايه هي وسائل البطالمه للنهوض بالزراعه؟ اصلاح النظم الري وشق القنوات واقامه البصور. الله، بقى الحاجات دي كانت موجوده في مصر يا مس، انت قلت لنا الكلام ده. مصر كانت عملت المشروعات دي كلها في عهد المصريين، في عهد والدوله الوسطى بالذات، في عصر الازدهار الاقتصادي. والمصريين عملوا مقاييس على نهر النيل ومشروعات. البطالمه جايين لسه يعملوا اصلاح؟ ايوه، لان مصر بعد في العصر المتاخر، وبعد العصر المتأخر وسيطرة الفرس عليها، أهمل المصريين بسبب المعاملة السيئة للفرس الأراضي الزراعية، وبالتالي كان الوضع في مصر في تلك الفترة سيء جدا، وما عادوش بيزرعوا أو بيزرعوا بشكل بسيط، فبالتالي ما عادش في مشروعات تنمي الحياة الزراعية بتاعتهم بسبب السيطرة والضعف اللي كانوا موجودين فيها بسبب حكم الفرس عليهم. فما جه البطالمة عايزين بقى يرجعوا الأمجاد مرة تانية، ويرجعوا الفلاح إلى أرضه مرة أخرى، والاهتمام بشؤون الأرض الزراعية. فبدأوا يعملوا على إصلاح نظم الري وشق القنوات وإقامة البصور، وعملوا على استصلاح مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، واستخدموا وسائل الري الحديثة زي السقية والطنبور، طبعا حرفين شكل السقية والطنبور، واهتموا بزراعة محصول القمح بالذات والذرة والشعير، واستخدموا أنواع جديدة من الفواكه، وخاصة العنب والتين والرمان والمشمش. طبعا احنا كنا سمعنا عن الرمان ده قبل كده في الحضارة النهائية. الرمان، مين الحضارة اللي نقلت زراعة الرمان في شمال افريقيا؟ مين الشطار اللي هيفتكروا لي؟ الرمان ده تم زراعته على ايد حضارة من حضارات الشرقية القديمة وزرعوه في شمال افريقيا. مين الشاطر اللي هيقول لي؟ برافو برافو، فينيقيا فينيقيا. تمام. طيب عندي كمان، اتبعوا نظام الدورة الزراعية للحفاظ على جودة الارض وخصوبتها. نظام الدورة الزراعية بمعنى ان الارض تزرع في نظام دورة زراعية، مش على طول، يعني كلها نظام معين في الزراعة عشان ما نجهدش التربة، لأن الزراعة المستمرة لمحصول معين بنتيجة التربة، فبيتم زراعتها بشكل منظم وبشكل معين علشان تفضل الأرض محتفظة بخصوبتها ولا تجهد. طبعا في طريقة معينة للزراعة بنظام الدورة الزراعية، أنها ما تزرعش طول العام، لما يعني تزرع بشكل دورة زراعية. الفلاح المصري بيبقى عارفها، يزرعها بشكل معين، محصول مثلا زي الأرز أو زي القمح بياخد وقت في زراعته وبيجهد التربة من قوته، فبالتالي بعد ما يتم حصاده بيتم زراعة أحد المحاصيل اللي تزود من خصوبة التربة، يكون خفيف شوية، وبعدين زراعته مرة أخرى في وقت لاحق. تمام. طيب يبقى عملوا كل ما يفيد الحياة الزراعية في مصر علشان مش
هم مهتمين بالزراعة عشان خاطر مصر، وإنما عشان يستفيدوا منها فيما بعد. لأنه إحنا قلنا إن هم هدفهم السيطرة على سياسات العالم، وكل لهم دور في سياسات العالم زي ما قلنا دلوقتي. فنلاحظ إن الأرض الزراعية في عهد البطالمة قسمت إلى 5 أنواع. الأرض الزراعية قسمت إلى 5 أنواع. موجودة قصتكم كده، وأنا قصدت إن أنا أحطها قبالكم كده عشان تبقى إيه الأمور واضحة. أراضي الملك اللي كان يمتلكها أراضي الملك من اسمها كده، مين اللي بيمتلكها؟ الملوك الفراعنة التي كان فعل ماضي بقى أو حرف أو حاجة، يعني هو بيفيد الماضي يعني، التي كان يمتلكها الملوك الفراعنة. طيب البطالمة دلوقتي هم الحكام، فبالتالي قالت إلى الملوك البطالمة، ليه يا عم انت رحت للبطالمة ليه؟ باعتبارهم ورثة الفراعنة، يعني الحكام البطالمة اعتبروا نفسهم هم ورثة الفراعنة، فاللي كانت الأراضي بتاعت الملك كانت ملك فرعون فأصبحت بالتبعية ليهم. تاني نوع من الأراضي، الأراضي المقدسة واللي كان الملوك بيمنحوها للمعابد. اللي كان الملوك مين؟ الفراعنة اللي كانوا بيمنحوها ليه؟ للمعابد. وهي نوعين، الأول مخصص للكهنة والثاني مخصص للمعابد، ودي تركها البطالمة زي ما هم كده، دي الأراضي المقدسة ما جوش ناحيتها. يبقى أراضي الملك اللي كانت خاصة بفرعون البطالمة أخدوها. ليه أخدتوها يا بطالمة؟ عشان إحنا ورثة الفرعنة، هم اعتبروا نفسهم ورثة الفرعنة وأخدوا الأراضي اللي كانت تبع الملك. طب الأراضي المقدسة اللي كان الملوك الفرعنة بيمنحوها للمعابد، وهي نوعين، الأول مخصص للكهنة والثاني مخصص للمعابد، سابوها زي ما هي كده. أراضي الإقطاعات العسكرية، اعتمد البطالمة في تكوين جيشهم على الجنود المرتزق، ويمكن كنت شرحت يعني بجندي مرتزق. جندي مرتزق هو الجندي الذي يحارب في جيش بلد غير بلده في مقابل أجر، في مقابل الأجر. طب لو أنا جيش وطني، يعني أنا مثلا أنا في جيش بلدي مصر، أي باسم مرتزق؟ لا، أنا في جيش وطني في جيش بلدي. ومن أمتى أبقى مرتزق؟ لو أنا رحت أحارب في جيش بلد غير بلدي، في بلد تاني، أنا بحارب موجودة في جيش في بلد تانية غير بلدي الأصلية، وباخد أجر، باخد أجر عن وجودي في هذا المكان، فبالتالي يبقى اسم مرتزق. فاعتمد البطالمة في تكوين جيشهم على جنود المرتزقة من مين؟ من الإغريق، وقاموا بمنحهم مساحات من الأرض عشان يكسبوا ولاءهم، دي اسمها أراضي الإقطاعات العسكرية. النوع الرابع أراضي الهبات، الهبة اللي كان البطالمة بيمنحوها لكبار موظفين، هبه كان بيمنحوها كده لكبار موظفين برضه عشان يضمنوا ولاءهم. أراضي المدن، وهي اللي كانت دولة تخصصها للمدن اللي كانت تتمتع بوضع المدن اليونانية. احنا عارفين زي ما قلت لكم ان اليونانيين كانوا بيجوا مصر، او كانوا بيجوا مصر وكانوا بيعملوا مدن على الطراز الاغريقي، واول اسكندر لما جه وعمل مدينة الاسكندرية، وكذلك البطالمة عمل مدينة مطلميس. فكانت المدن اللي هي بنيت او كانت تتمتع بوضع اللي هو اللي يعني اسسها البطالمه او اسسها الاغريق كان لهم وضع، هي اللي كانت الدوله تخصصها للمدن اللي كانت تتمتع بوضع المدن اليونانيه، زي نيكراطيس دي موجوده في مصر من فتره ايام التجار ما كانوا بيجوا مصر في العصر المتاخر وعملوا مدن على الطراز الاغريقي، والاسكندريه طبعا الاسكندريه وبطلميس. يبقى كده الأنواع الخمسة بتوعي للأراضي الزراعية في عهد البطالمة. ناخد سؤال كده، واللي يرجع السبب وراء قيام البطالمة باستصلاح مساحات كبيرة من الأرض الزراعية إلى منحها كرواتب للقادة العسكريين، ولا اعتبار الزراعة عماد القوى الزراعية، ولا تراجع أهمية الصناعة والزراعة، ولا سد حقد المخزونين من الحبوب الغذائية؟ يعني لسه قايلها دلوقتي، برافو عليكم. اعتبار الزراعة عماد القوى الاقتصادية، عماد القوى الاقتصادية. انت قلت حاجة زي دي، انا قلت حاجة شبهها، لان الزراعة هي الركيزة الاولى للاقتصاد المصري، باعتبار ان الزراعة الركيزة الاولى للاقتصاد المصري. امال انت ليه قلت كده؟ ها، اعتبار الزراعة عماد القوى الاقتصادية، انتوا ناسيين ان احنا عندنا وعرفنا من الترم السابق ان احنا عندنا مهارة من المهارات اللي لازم اعرفها وانا بذاكر، عندي المفردة اللي هي الكلمة اللي أنا اللي موجودة عندي في الكتاب، لازم أعرف معناها اللي هو المرادف بتاعها، المرادف بتاعها يعني معناها. طيب وممكن أغيرها خالص وأعمل بدائل،
ايه يا ترى لو انا شلت الكلمه دي وحطيت لها بديل، ايه البدائل بتاعها؟ زي ما عملت دلوقتي، انا قلت في الشرح ان الزراعه هي الركيزه الاولى عند المصريين، هنا شلتها ورحت حطيت الكلمه مكانها هي عماد القوى الاقتصاديه. تمام يا شباب، احنا نخلي بالنا، احنا مش بنذاكر بنحفظ، بنفهم، ولما نفهم ابدا استنتج واحلل، الفهم ده يخليني اعرف معنى الكلمه، ويا ترى لو اتشالت وحطيت مكانها حاجه تانية تبقى ايه. عايزاكم واحنا بنشرح تفهم وتستنتج وتحلل، وبالورقه والقلم معايا تطلع المفردات اللي تبقى غريبه عليك كده، واسال عن معناها ايه وابعتها لي على الشات. طيب الصناعه، كانت مصر منذ اقدم العصور موطن العديد من الصناعات، واحده اخذناها بالتفصيل في الترم السابق، صح كده؟ طيب، واحتكر البطالمة الصناعة أيضا. احنا عارفين ان البطالمة اعتبروا نفسهم ورثة الفرعنة، جيل برضو البطالمة واحتكروا الصناعة. احنا قلنا كان الاحتكار هو الشكل او الصفة الاقتصادية اللي مارسها البطالمة في مصر. اهم الصناعات بمصر في عصر البطالمة الزيوت والفخار والزجاج والتعدين وقطع الاحجار والمنسوجات والجلود والورق من نبات البر، كل دي الصناعات اللي تم ممارستها في مصر في عصر البطالمة. تمام، وطبعا كل واحدة من دول أنا عايزاكم يا شباب تقولوا لي عليها صناعة، وعايزاكم تحطوا لي عليها سؤال، وأنا في انتظاركم إن شاء الله على الشات أشوف أسئلتكم. تمام، أخد كده سؤال كمثال وأنتوا تعملوا لي بقية الأسئلة. أدى اهتمام البطالمة بالصناعة إلى حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية، ولا تحسن الأوضاع الاجتماعية للمصريين، ولا تنمية صناعة الفخار والزجاج، ولا ازدهار التجارة الخارجية؟ تفتكروا ايه؟ اهتمام البطالمة بالصناعة هيؤدي الى ايه؟ برافو، مين المهم؟ مين اللي بيجاوب؟ برافو عليه، ازدهار التجارة الخارجية. انا ما هعمل صناعة هعمل بها ايه؟ ما هو انا لازم هتبقى من ضمن المورد بتاعي في التجارة الخارجية، ان انا امارس التجارة، اما ان انا ابعتها للبلاد اللي هي محتاجاها، او عشان اخد مكانها حاجة تانية، او ان انا ازود دخلي الاقتصاد. تعال نشوف التجارة. طبعا أنا ما يكون عندي زراعة وعندي صناعة، بالتالي هيبقى عندي رواج تجاري، فساعد النشاط الزراعة والصناعة على رواج التجارة. يبقى التجارة أي أقدر أقول الزراعة زائد الصناعة تديني، لو أنا كده عملت معادلة، الزراعة زائد الصناعة تديني إيه؟ رواج تجاري على طول. انا عندي زراعه وعندي صناعه، يا بالتالي هقدر يا اما اتاجر في الحبوب او في المحاصيل الزراعيه، او اتاجر في المصنوعات اللي انا عملتها. يبقى ساعد النشاط الزراعي والصناعي على رواج التجاره اللي تم بها البطالمه اهتمام كبير، وقد شجعهم على ذلك موقع مصر الجغرافي في قلب العالم. طبعا مش محتاجه بقى شرح، احنا عارفين موقع مصر الجغرافي ايه. وولع، ولع يعني اهتم اهتماما شديدا اليونان بالنواحي التجارية. طب ايه دليلك؟ ايد بالأدلة. ولع، واحنا ولع معناها، ولع معناها اهتم اهتماما شديد، ولع معناها اهتمام شديد. تمام، اهتمام شديد. انشأوا المواني على سواحل البحر المتوسط والأحمر، واقاموا ترسانات، ترسانة يعني مكان لصناعة السفن، واقاموا ترسانات لبناء السفن، وبنوا المنارات مثل منارة الإسكندرية لإرشادها للسفن. طبعا لإرشاد السفن، بنوا المنارات مثل منارة الإسكندرية لإرشادها، المقصود بها إرشاد إيه؟ السفن. ونظموا شؤون الجمارك، الجمارك اللي هو النظم الجمركية يعني، وسكوا العملة لتسهيل التبادل التجاري. احنا عارفين زي ما قلت يمكن قبل كده وفي المحاضرة دي، إن البطالمة، إن مصر لم تعرف نظام العملة النقدية طوال العصور الفرعونية، وإنما عرفوها أمتى؟ في العصر البطالمي. طب ليه البطالمة عملوا كده؟ عشان تسهيل التبادل التجاري بينهم وبين البلاد اللي بيمارسوا معاهم التجارة. والتجارة في عهد البطالمة كانت نوعين، تجارة داخلية وتجارة خارجية. تجارة داخلية يعني داخل البلد ذات نفسها، أحكمت الدولة رقابتها على الأسواق. فاحنا قلنا طب ليه احكمت الدوله رقابتها على الاسواق؟ لان احنا قلنا ان البطالمه كان يتبعوا نظام الاحتكار، الاحتكار هي السيطره على كل شيء، فبالتالي لازم تحكم رقابتها على الاسواق، الرقابه بتاعتها على الاسواق.
وتدخلت في تحديد الأسعار، وبخاصة تلك التي كانت تخضع لسياسة الاحتكار. خلال التأليف والاحتكار هي السيطرة على كل شيء. أنا هبيع دي بكام وهبيعها هشتريها بكام. طيب يعني كل حاجة تخضع لسيطرة البطالمة بسبب نظام الاحتكار. الاحتكار هي يعني تحديد كل شيء بصفة رسمية تحت إيد الدولة. أما التجارة الخارجية انتعشت. السبب انتعشت ما أقدر أن أنا أبدلها وخليها نقول ازدهرت، ماشي، ممكن أقول راجت. كل دي بدائل ممكن أغيرها. راجت التجارة أو انتعشت التجارة نتيجة إنشاء البطالمة عدة موانئ على البحر الأحمر والمتوسط، وبالتالي أصبحت الإسكندرية أكبر الموانئ في العالم القديم. وتمكن البطالمة في مصر من إنشاء منارة الإسكندرية لإرشاد السفن، احنا لسه قايلينها دلوقتي، وأدخلوا وسائل ري حديثة مثل الساقية. يعني كل دي حاجات أدت إلى انتعاش التجارة الخارجية. طب تعالى كده نشوف، يبقى كده احنا أخدنا النظام الاقتصادي. لو احنا أخدنا نظام الحكم أو الحياة السياسية في عصر البطالمة، هنلاحظ إن عصر البطالمة كان مر بمرحلتين، مرحلة قوة ومرحلة ضعف. المرحلة الأولى مرحلة القوة والازدهار كانت من عهد بطليموس الأول حتى عهد بطليموس الثاني. المرحلة الثانية كانت مرحلة الضعف والانهيار من عهد بطليموس الرابع حتى نهاية عصر كليوباترا عام 30 قبل الميلاد. حكم البطالمة مصر من خلال الحكم الملكي الذي ورثوه عن الملوك الفراعنة. احنا لسه قايلين دلوقتي اعتبر البطالمة لأنفسهم ورثة الفراعنة. اعتبر البطالمة أنفسهم هم ورثة الفراعنة، فالورثة أخذوا كل حاجة، فهم حكموا مصر حكم ملكي اللي ورثوه عن الفراعنة. فبالتالي كان قائم على حق الملك في تملك كل شيء في مصر، وله كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والدينية، ويساعده في الحكم وزير المالية وكبير القضاء. يعني ده طريقة حكم البطالمة في مصر بسبب اعتبارهم نفسهم ورثة الملوك الفراعنة، فكان لهم حق التملك في كل شيء، كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والدينية في إيديهم، وكان بس بيساعدهم في الحكم وزير وكبير القضاء. ومر الحكم في عصر البطالمة مرحلتين زي ما قلت، قوة وضع. مرحلة القوة كان تبدأ من عهد بطليموس الأول من سنة 323 284 قبل الميلاد، وده بينتمي إلى إحدى العائلات المقدونية النبيلة، ودخل في حروب عديدة من أجل توضيح حكمه في مصر، وأعلن نفسه ملك على مصر سنة 305 قبل الميلاد، وكون إمبراطورية مركزها مصر، ووضع أسس النظم الإدارية والمالية في مصر ولقب به المنقذ. ده بالنسبة لبطليموس الأول اللي هو بطليموس بن لاجوس أو بطليموس الأول، ودخل عدة حروب من أجل توضيح حكمه في مصر. هو احنا عارفين إن هو في مؤتمر بابل أصبحت مصر من نصيب بطليموس بن لاجوس. طيب هل هيسيبها له بالسهل؟ ده مصر قوية وحضارة عريقة. لا، ده هو ما خدهاش بالسهل، هو أخدها باعتباره كبير قوات الإسكندر، ولكن علشان يحافظ على وجوده في مصر خاض حروب عديدة علشان تفضل مصر تحت سيطرته، وأعلن نفسه ملك على مصر 305 قبل الميلاد، وبدأ يكون إمبراطورية وتكون مركزها مصر، وزي ما هنتعرف عليها دلوقتي، ووضع أسس النظم الإدارية والمالية، وبالتالي أخذ لقب المنقذ أو السوتير. المنقذ يعني المخلص لأي حاجة تواجه فكرته أو تواجه بلده اللي هو مسيطر عليها. ده نوع من أنواع إحساس بالأهمية لنفسه. عندي بطليموس الثاني هو ابن بطليموس الأول، ده تولى العرش بعد بطليموس بعد وفاة أبيه، وهو زي أبوه بالظبط أحدث نهضة كبيرة في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية. يبقى أبوه أسس النظم الإدارية والمالية، وهو أحدث نهضة كبيرة في المجالات الاقتصادية والثقافية، وأصبحت مصر إمبراطورية كبيرة في عهده، وشهد عهده توجه كبير نحو شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر وإفريقيا،
وإذا كان ليه عمل كده يا أولاد؟ ليه توجه ناحية شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر أفريقيا؟ لأنه كان عنده أهداف اقتصادية وعسكرية وسياسية. لما توجه ناحية شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر أفريقيا علشان أخد الموارد الاقتصادية بتاعتي وأعمل عملية انتعاش اقتصاد، وعسكرية عشان الأمن القومي البلدي، وسياسية علشان إن أنا أعمل إمبراطورية متنامية الأطراف. فدي كان من الخلفاء أو أسماء أحد من الملوك العظام في عصر البطالمة. نسأل سؤال كده ونقول اثبت صحة العبارة. صار الملك بطليموس الثاني على نهج أبيه سياسيا وعسكريا زي ما قلت كده. الإجابة معلش الإجابة ظهرت على طول. حيث شهد عصره توجه كبير نحو شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر وإفريقيا، وذلك لتحقيق أهداف اقتصادية وعسكرية وسياسية. فأصبحت مصر في عهده إمبراطورية كبيرة مثل ما كانت في عهد أبيه الملك بطليموس الأول. طيب، برضو من الملوك العظام في عصر بطالمة بطليموس الثالث. ده خلف والده مين؟ بطليموس الثاني. وكان بيتمتع بصفات حميدة حتى لقب بالخير أو الصالح. طب ليه لقب بالخير أو الصالح؟ عملت إيه علشان تلقب بهذا اللقب؟ لأنه أمر بإسقاط الضرائب المفروضة على الأهالي، الأهالي يعني بتكلم على مصر، وفتح صوامع الغلال الحكومية لهم حينما انخفض منسوب فيضان النيل عن مستواه، وكان محب للعلم والثقافة. يعني واحد أسقط الضرائب المفروضة على الأهالي وفتح صوامع الغلال الحكومية لما انخفض منسوب النيل ومفيش زراعة ومفيش حبوب، فتح الصوامع وإدى الأهالي ما يحتاجونه من حبوب، وكان محب للعلم والثقافة، فبالتالي لقب بصفات حميدة. ناخد كده سؤال نقول: يعد أقرب حكام البطالمة إلى قلوب الشعب المصري هو طبعا لسه إلى دلوقتي بطليموس الثالث. ويدخل البطالمة، يبقى بطليموس الأول والثاني والثالث دول الملوك العظام أو الأقوياء في عصر البطالمة. مع بطليموس الرابع تدخل المرحلة الثانية، هي مرحلة الضعف. عهد بطليموس الرابع بداية المرحلة من التدهور لحكم البطالمة. يبقى عندي ثلاثة أقوياء، من الرابع يبدأ التدهور والضعف لحكم البطالمة. بطليموس الخامس ده من الملوك الضعاف. توفى بطليموس الرابع وترك طفل لم يتجاوز عمره السابع، وانفرد واحد اللي هو وصاية العرش اسمه أجازوكليس بالوصاية على الملك. لكن أجازوكليس ده ما كانش أمين. ليه ما كانش أمين؟ لأنه أدار البلد اللي هو مصر من أجل تحقيق مصالحه الشخصية. فلما أنت تدير مؤسسة أو مصلحة أو بلد من أجل تحقيق مصلحة شخصية، بالتالي تنهار البلاد سياسيا واقتصاديا وفقدت معظم أملاكها. يعني الملوك العظام الأوائل كان هدفهم تكوين إمبراطورية عظيمة وسياسة مؤثرة في العالم، فبالتالي كانوا أقوياء. أما أجازوكليس اللي هو الواصي على عرش الملك بطليموس الرابع، ده كان يهم مصلحته الشخصية، فبالتالي انهارت البلد على يده سياسيا واقتصاديا وفقدت معظم أملاكها. نيجي وننهي حلقتنا النهاردة حصتنا مع كليوباترا السبع، وهي آخر ملوك البطالمة، وتولت العرش مع أخيها بطليموس الثالث عشر، ولكنه غرق في أحد الحروب أثناء حرب الإسكندرية. فيوليوس قيصر هذا الحاكم الروماني كان يدعمها، فأجلسها قيصر بجوار أخيها الأصغر بطليموس الرابع عشر. ولكن كليوباترا يعني تخلصت منه بسرعة، تخلصت من أخيها بطليموس الثالث عشر، طبعا يعني بطليموس الرابع عشر تخلصت منه علشان تجلس ابنها من يوليوس قيصر معاه على العرش ليكون مالك على مصر. يعني تخلصت من أخوها بطليموس الرابع عشر عشان تخلي ابنها من يوليوس قيصر هو موجود معاها على العرش أو على حكم مصر. ليه عملت كده يا كليوباترا؟ حتى لأنها كانت تخطط لتصبح ملكة على روم، وتحالفت مع ماركوس أنتونيوس، ولكن هذا التحالف بقى بالفشل، فانتحرت بعد هزيمة ماركوس أنتونيوس في معركة أكتيوم البحرية عام 31 قبل الميلاد. ولما كليوباترا عرفت إن ماركوس أنتونيوس اتهزم في معركة أكتيوم البحرية، وإن يعني
الموضوع بقى خلاص خرج عن سيطرتها أو خرج عن أحلامها اللي كانت تتمنى إنها تبقى ملكة على روما، انتحرت سنة 30 قبل الميلاد، ودخلت مصر تحت الحكم الروماني. دخلت مصر تحت الحكم الروماني، وبكده تكون مصر خلصت من الحقبة البطلمية ودخلت في حقبة جديدة هو مصر تحت حكم الروماني. ناخد سؤال كده: ضغط الأطماع السياسية على العلاقات الاجتماعية، هذه المقولة تنطبق على مين؟ طبعا كليوباترا السبعة، يعني الأطماع السياسية، ضغط الأطماع السياسية على العلاقات الاجتماعية. دي واحدة زي ما قلت كده، دي تولت الحكم مع أخوها بطلميوس الثالث عشر، غرق أثناء حرب الإسكندرية. هي كانت أوريدي بتتحالف مع الرومان في مع يوليوس قيصر، فيوليوس قيصر كان يدعمها فأجلسها على العرش، أو يعني خلاها على العرش بجوار أخيها بطلميوس الرابع عشر. ولكن الطمع بقى خلاها ما تهتمش بالنواحي الاجتماعية، ده أخويا وكده، تخلصت منه بسرعة علشان تجلس ابنها من زوجها يوليوس قيصر على العرش ليكون ملك على مصر. كل ده علشان السياسة، علشان تبقى حاكمة روما أو ملكة على روما. وبدأت تخش في تحالف تاني مع ماركوس أنطونيوس، ولكنه اتهزم في معركة أكتيوم البحرية وانتحر. ولما كليوباترا علمت ذلك قررت هي الانتحار مرة تانية، يعني أطماع سياسية تطغى على علاقات اجتماعية تؤدي في النهاية إلى دخول مصر، انتهاء عصر البطالمة في مصر ودخولها حقبة زمنية جديدة هي تحت حكم الرومان. إلى هنا أبنائي وبناتي نكون وصلنا إلى نهاية حصتنا من حضارة البطالمة. أتمنى أن احنا نكون سلطنا الضوء على نقاط هامة في مصر في عهد البطالمة. بانتظار أسئلتكم وانتظار استفساراتكم، اكتبوها على الشات وهرد عليكم. إلى حصة جديدة من حصص مادة التاريخ. أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع أمانته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.